امس قالوا تاجر ملابس يعني يبيع في الشارع، هذا لا بأس، اما حاجه لا تضيق على الناس الطريق يا اخ سيد. طبعا مرة واسعة هذه المسألة مهمة جدا يعني. تمام. اشغال الطريق لا يجوز. نعم. حمل الاحوال. يعني هو حتى ولو باع في هذا الباب وكان البيع والشراء يحل، هو آثم بإيقاع الضرر على أهل السير. نعم. تمام، يعني يتجنب الطريق قدر الاستطاعة. بالضبط. سؤاله كان على أن لو إنسان اشترى منه شيئا، نعم، بضاعة، نعم، ثم أراد أن يردها إليه مرة أخرى بعد في نفس اليوم، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد وقت ما، نعم، هل من حق البائع أن يرفض الرد، رد السلعة؟ نعم. أم يقيل هذا الأخ ويقيل؟ أصل هذه مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. نعم. ما لم يتفرقا. وحتى أصلا الأحناف والمالكية لم يقولوا بشرط الخيار، خيار المجلس ما قالوا به، مع أن الحديث ظاهر جدا والشافعي والحنابلة قالوا به. هو له أن يرد ما دام في مجلس البيع، ما دام في مجلس البيع أخذ القميص وأعطى الثمن وما مشى، يعني ما زال مجلس البيع حاطط، مجلس البيع هو موجود فيه، راجع نفسه، جاء له اتصال احتاج المال فقال له اريد ارده، له ان يرد في نفس المجلس، في نفس المجلس. فارقه، استدار ومشى، ومشى بعيدا عن مكانه، مكان الوقوف الذي يقف فيه، تمت البيع، تم البيع انتهى. ولما تم البيع انتقلت السلعه ملكا للمشتري، وانتقل الثمن ملكا للبائع، ليس له الرد. يعني هو لا يجب على البائع ان يرد، يقول له لا، هو من حقه. هنا في أمر آخر اسمه مندوحة في الفعل، يعني كمال إحسان من البائع، وليس واجبا وليس يلزم، وهو الإقالة. ما معنى الإقالة؟ قل له أقلني، يعني أنا أريد أرد السلعة، المال أنا احتجته وأريد أرد السلعة. فالإقالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عصارته يوم القيامة. يوم القيامة. هذه الإقالة، لكن الإقالة فيها شرح آخر، وهو هل الإقالة فسخ أم بيع؟ طب وايش يترتب على مثل هذه المساله في اصيل في تاصيلاتها لو في؟ لا لا معك. طيب حضرتك ايش ايش اللي فيها؟ انه لو كانت بيعا، لو كانت بيعا له ان يزيد عليه، يقول له انا ارجع لك بس 500 جنيه زياده مثلا، وهي ب 5000 مثلا، يعني ياخذ منه ماله. لو كانت فسخا يبقى ما فيها غير انه ياخذ السلع ويعطيه نفس المال، هذا الذي يترتب عليه، وهذا من باب الفضل لا من باب الوجوب المترتب كمان. والثواب المترتب، قال الله، قال الله وعثرته يوم القيامه، عثرته يوم القيامه. وش فيها هذه؟ انه ياتي يوم القيامه هناك عثرات فيردها مقاله، لانه فقط احسن لملهوف يريد ان يرد، لكن لا يلزمه ولا يجب عليه. جزاكم الله خير. احسن. طب هب ان البضاعه فيها عيب والبائع مش الاخ سيد، نعم نعم، كتم العيب والاخ فوجئ بالعيب بعد ما انصرف وذهب الى البيت وعاد الي، قال له الحاجه بتاعتك مش زي ما اشتريتها منك، نعم، فيها كذا وكذا وكذا، نعم، هل من حق المشتري ساعتها الرد؟ نعم نعم. ام ماذا؟ نعم. ما على البائع وما على المشتري، ما على البائع هذا غش، فليتقي الله ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابه السماء بلل. قال: هل كان فوق عشان يراه الناس؟ ثم قال: من غشنا فليس منا، فليس منا. هذا على البائع، اما على المشتري فباتفاق العلماء ان له الرد بالعيب، اسمه خيار العيب، خير الرد، خيار الرد بالعيب. فهو اذا وجد فيها عيبا يردها بالعيب فقط. لابد ان نقول ان العيب لا يكون بعد ما استلم السلعه، يعني ممكن يكون العيب ان في مطر نزل او وقع منه او حدث منه شيء، فياتي هو ما يكونش هو الغشاش. بالضبط يعني. ممتاز. فيكون اصلا حق البيع السلعه فيها عيب، فله أن يردها بخيار العيب. وممكن يقبلها بالأرش كما قال الفقهاء. يعني يقبلها بالأرش؟ يعني يشوفها سليمة كام ومعيبة كام وياخذ الفرق. فهمني كيف؟ سليمة بمئة ومعيبة بثمانين، فيبقى له كام؟ 20. وفي تجار أمناء بصدق، يعني لما بيكون في شيء فيه عيب أو معيب يقول أنا هذه بمئة وابيعها ب 100 ب 80 لان في عيب، لان العيب وها هو ذا والله يا ويظهر العيب. الله اكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: يا بشر هذا الرجل وتخويف لغيره، يا معشر التجار، ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. كل تاجر لازم يرتعب، ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا، الا من صدق وبر. الصدق من جد. جزاكم الله خير.